زوجتي الله يحفظك مدرسة وتحفظ الطالبات القرآن والمتون العلمية. بالتردد بالترديد نعم، وتقرأ ويقرون وراها ويقولون إن هذا الكلام بدعة، ما هو صحة هذا الكلام الله يحفظك. شكرا. ما هو بصحيح، لا بأس بأنها تقرأ الآية ويقرؤون بعدها ولو بصوت واحد لأجل التعليم، ما في هذا بأس إن شاء الله. نعم.